لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم إن زن أطلت كنيتي بسيكن فمن محمد صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يشتاب أن فمن محمد صلى الله عليه وسلم ديانات فنونا إزاي ما فقيت ما زن ما تبتيك بوحيك من الله سبحانه وتعالى إذا كان ليس في قلب العبد شيئا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر زمن ولا نكريز اسمه كتابنا من محمد صلى الله عليه وسلم أن تنفونا إذن ديا كتبا أن تقول لازم يكون تدير بتنزل ولا إذن لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل مخلوق من كل الخلق من كل الناس من محمد صلى الله عليه وسلم نبارك يتكلم كتاب سجل نبوة زابطة رهيت لكن لا يمكن أن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله وإلا كان هذا هو الشرك الأكبر فقوس زانية تشبه تقوس مكتوب مفتاوى من مكتوب الله سبحانه وتعالى مفتاوى من فمنان محمد صلى الله عليه وسلم كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات أولا نفوبا يتابتيكا فمنان محمد صلى الله عليه وسلم نفايس من مات تحب النبي صلى الله عليه وسلم هو فيتي نور فمنان محمد صلى الله عليه وسلم إذا لابد تتعلم السنة تيجان زين بارن جميلا مع فاتج نور لي فبنار فمنان محمد صلى الله عليه وسلم إذا تعلمت تعمل بها ريفني نار نور زن فبنار رسول زن ديان ميلا كوزن نوا ما بيعت زن فينا نور تظهر عليك السنة ميلا هيدا تارجمني في هيك كسرها تونا زن السنة فمنان في لباسك أم نستخنو في أقوالك أم بفتيني في عملك أم نعاس زيتونو لابد أن تدعو إليها أيضا تدعو إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرمي لكوزان اتسمعي زيتونو كون نعاسمو لها نارا غني سلطانا فمنان محمد صلى الله عليه وسلم تنهى عن الابتداع زاني من جارنا ومزاق تفورنا نتفنونا تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أنقوى نفى بنا رحمنا محمد صلى الله عليه وسلم